في 5 ملايين شخص يشخص سنويا بمرض الصرع، يعني تشخيص جديد، وفي 77.3 من بين كل 1000 يتوفون فقط جراء المضاعفات حقت سقوط الصرع. ومن هذا المنطلق طلعت بفكرة القبعة، اللي هي قبعة ذكية تقيس الموجات الكهرومغناطيسية لمرضى الصرع، بحيث تتنبأ بقدوم النوبة ب4 دقائق، ترسل رسالة إشعار للمريض إذا كان يسوق أو لأهله، علشان تعلم المريض أنه يروح لمكان آمن، يتوقف عن أي شيء خطر، مرفق معاه اللوكيشن حقه علشان ينجدونه بأسرع وقت. بعد 4 دقائق ولما تبدأ النوبة ينتفخ إيرباك بالقبعة يحمي المريض عند السقوط علشان يقلل نسبة الوفاة أو المضاعفات السقوط بإذن الله. مع بداية النوبة يبدأ مؤقت 5 دقائق، هذا المؤقت وظيفته الأساسية أنه يضمن وصول الطوارئ في الوقت المناسب، بحيث أن المريض بعد 5 دقائق لو ما انتهت النوبة راح يرسل رسالة أو إشعار للطوارئ ينبئهم بموقع المريض حالته الصحية علشان نضمن وصول الطوارئ له بالوقت المناسب بدون أي تأخير، بحيث حتى لو كان المريض في مكان نائي وصارت له النوبة وما جاء له الإشعار حق الواي فاي نضمن وصول الطوارئ له عن طريق 5 دقائق هذه.